أقول قصتي باختصار. كنت رايحة لدكاترة كتير في السعودية، بس صليت استخارة، شفت الدكتور سيد الأخرس، قررت في لحظة أنه أجي على مصر وأقابل الدكتور. جيت بالفعل، جيت على مصر وقابلت دكتور سيد الأخرس. بعد الله سبحانه وتعالى أخذنا الأدوية لمدة 3 شهور، ورجعت على مصر وعملت عملية الحقن، وعملوا لي 3 أطفال أنابيب. عشان لازم الإنسان يكون عنده أمل بربنا طبعاً، مسك طفل واحد، وبعد الله ربي رزقني بطفلة الآن عمرها 2 سنين، اسمها سميتها أمل، لأنه لازم الشخص يكون عنده أمل، يكون عنده أمل بالله ثم بنفسه. وأنا الآن الحمد لله للمرة الثانية جاي على مصر عشان أعمل حقن مجهري، والحمد لله.